طيب الطبق الاخير مش هتعبكم اكتر من كده، خلاص اخر طبق ان شاء الله طبق سلطه يناسب مع جو الصيف اللي احنا بنتكلم فيه، يناسب كمان مع الاكلات اللي احنا بنتكلم عليها. طبعا السلطه مهمه، مش ان هي سلطه، عشان بس نبقى فاهمين انا قصدي ايه. في بعض الناس متخيله ان لازم سلطه يبقى هي طحينه وخضره ومش عارف ايه، حلو، انا بحب السلطه اللي فيها فوائد صحيه لاولادنا ولينا ولكل الناس كلها. السلطه حلاوتها بالخضار اللي فيها، السلطه حلاوتها بالخضار الفريش اللي موجود فيها، السلطه حلاوتها باللي احنا لازم ناكلها ونخلي الاولاد تاكلها عشان ما يبقاش معموله على الفاضي. فعلى ما اعتقد النهارده هنعمل طبق سلطه لطيف جدا، جواه بقى المقادير عباره عن ايه؟ عباره عندي خس الوان، عندي كل الخضار اللي نفسنا فيه اقدر اعمله. طب شيف وضح لي يعني ايه كراب ستيك او اللي هي كابوريا المخليه دي؟ في انواع كتير جدا من الكراب ستيك او الكابوريا المخليه دي، هتلاقيها في كل حته، زي مثلا اي سوبر ماركت تخش فيه عادي جدا هتلاقي صوابع كده لونها اورنج او محمر اللي هي بتبقى دي، بنجيبها بتبقى صوابع معروفه كده اسمها صوابع الكابوريا المخليه، بنجيبها وبنبدا نشيل منها الكيس البلاستيك اللي فيها وبنعملها بايدينا، بتطلع معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفين اللي هو ده، وطعمها حلو جدا. اكيد الكراب ستيك عارف انا قصدي اللي هي بتبقى دي، بتبقى حلوه جدا وبنلاقيها كمان في بعض المطاعم بشكل كبير جدا. طيب ايه الحكايه؟ انا بصراحه احب الاول اعمل التتبيله وبعد كده نخلط الخضار. طب ايه اللي ايه العكس اللي بيحصل يا شيف او ايه الفكره؟ في بعض الحاجات بنحط كل حاجه وبعد كده نحط عليها بقى البهارات ونحط عليها الزيت، ففي جزء بيتبل وجزء ما بيتبلش، فده على ما اعتقد طريقه مش صحيحه، فتعال نشوف ايه الحكايه ماشيه ازاي. طيب هعمل ايه في التتبيله؟ ايه بقى؟ هجيب عندي زيت الريحان، زيت زيتون اللي هو في قلب الريحان، يدست مش اكتر. حلو كده؟ كلام جميل. طيب وبعد كده اجيب عندي كمان حبه ليمون، يبقى ليمون وزيت الريحان كده كمان حبة، وأقلبهم مع بعض. تتبيلة سيمبل قوي ما فيهاش حاجة صعبة، لأن الموضوع أبسط مما يكون. الفكرة كلها إن إحنا لازم بس نتبل حاجة بسيطة، مش عايز أحط لها ملح، أنا أحط لها عندي كابري في النص كده، والباقي أحطهم على الوش، وأحط عندي حبة شبت، وأحط عندي كمان معلقة مايونيز تدي سوري مستردة تدي مزازة مش أكتر، لو حابين مش حابين براحتنا كده. وأرجع تاني راح مقلب التتبيلة زي ما اتفقنا، ممكن أدي عندي، أنا قلت مش هدي ملح عشان نبقى نحلب، بس حطينا ملح سنة بسيطة، وهزود أنا من عندي حبة زيت زيتون عشان يبقى الموضوع جوسي شوية بس مش أكتر من كده. وعلى طول بالشكل ده. طيب هنا احنا خلاص خلصنا، نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نبدا نمكس كل الخضار عشان نقدر نطلع التست اللي احنا عايزينه ويبقى فيه كل حاجه واخده حقها في التقليب، ده مهم جدا. فلفل احمر، فلفل اصفر، الاخضر احنا خدناه لو حضراتكم فاكرين للجمبري، فمش عايزين فلفل اخضر. حط عندي بصلايه حلوه بيضه او محمره بتبقى ليها تست كويس قوي، وعندي كمان الخس هاخد جزء منه هقلبه مع الخضار والجزء الثاني هخليه عندي في الطبق. وعندي كمان سويت كورن، وعندي خس الوان هحطه عندي كجرنش في شكل الطبق في النهايه. اهم حاجه بقى نقلب كويس جدا ويبقى كله مخلوط مع بعضه. اول حاجه كده هاخد جزء كراب ستيك، هو مش كتير على فكره بس يعني هو شكله مد كتير، بس هاخد جزء، المفروض يبقى اكتر بصراحه شويه عشان انا بحب الكراب ستيك اكتر، لان ده عادي يعني الخضار اكتر، بس مفيش مشكله المره الجايه نزود، بس هي الفكره واحده يعني كده. واجيب عندي طبق لطيف والخس، طبعا هعمله عندي كهيد او كشكل جمالي للطبق بتاعي، ممكن احط له كمان عندي سلايز ليمون لطيف، وهاجي عندي كميه الخضار بتاعي بنزل بيه في نص الطبق بالشكل ده كده اهو. وهجيب عندي بقيه الكراب ستيك وابدا احط عندي على الوش عشان يبقى اكن يعني كل حته موجود فيها. انا بعتقد كده امورنا واضحه جدا وبسيطه ما فيهاش اي حاجه خالص. طبق ده بس نجيب تيشو كده او حاجه ننضف اللي حواليه وخلاص كده احنا جاهزين نروح، خلاص خلصنا.